مساء الخير، معكم في من القاهرة لقاءنا المتجدد، وكالمعتاد فقرات إخبارية متنوعة ووقفات حوارية والمزيد، كل ده بيتواصل مع حضراتكم على شاشة قناة نيل الأخبار من دلوقتي وحتى ما يقرب منتصف ليل القاهرة، محليا وعربيا وعالميا. موعدكم مع كثير من المعطيات الموجودة على هذه الساحات بنتناولها بدورنا بالمتابعة والتحليل، وبالتأكيد ذكرى ثورة يوليو في احتفالياتها أو في إحيائنا لذكرها 72 هي أولى وقفتنا معاكم في ذكرى هذه الثورة وفقا لعنواننا الأول، والتفاصيل تأتي بعد قليل بالتأكيد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض على مصر تحديات لا يخفف منها سوى قوة شعبها ووحدته. اتفاق الفصائل الفلسطينية في بكين على تشكيل حكومة وفاق مؤقتة وتحقيق وحدة وطنية شاملة. كما نتابع، بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي، زيارة نتنياهو إلى واشنطن وخططه فيما يتعلق بملف غزة. ونتابع كذلك الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع. كونوا معنا. إلى التفاصيل، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة يوليو المجيدة قد علمت المصريين بذل أقصى الجهد لتعزيز المكانة والعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. وخلال كلمة سيادته بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو، قال الرئيس السيسي إن مصر وشعبها يحيون ذكريات أيام خالدة غيرت مجرى تاريخ مصر والمنطقة بأسرها. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني. وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة، ووضع اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا. ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته، لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية
مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض، مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاع مركبة، فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين، تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومثير تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير، ومصر في سلام وأمان واستقرار، ودائما وأبدا وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي تدوينة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى شعب مصر وجيشه بذكرى ثورة 23 يوليو. وقال الرئيس السيسي إن ذكرى 23 من يوليو قد سطرت ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة الوطن، وأضافت فصلا مضيئا لتاريخ مصر المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه. وينضم إلينا هاتفيا المزيد من المتابعة دكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المنصورة. تحية لك دكتور زكي. مهم جدا يعني أن نستلهم من نماذج مضيئة مثل ثورة 23 يوليو ونستفيد من ما مثلته على الأصعدة كافة، نستفيد من الانتصارات والانكسارات، يعني حتى يعني يمكن أن نستطيع من خلالها أن نسترشد بها كسلاح بطار في مواجهة تحدياتنا الراهنة. كيف تعتبر ثورة 23 يوليو ونحن نحيي ذكرها 72 أن تكون أبلغ مثال على ذلك بالتاريخ؟ طبعا بلا شك 23 يوليو واحدة من أهم الثورات اللي جرت في القرن العشرين على الإطلاق على المستوى العالمي، وكان لها تأثيراتها على المستوى السياسي والاقتصادي وغيره في العالم كله. وده يمكن يجرنا إلى ما هي الأسباب اللي جرت لقيام ثورة 23 يوليو. هناك أسباب اقتصادية، لأن كان في مجتمع 0.5% كان مسيطر على اقتصاد البلاد وخصوصا الزراعي، لأن هو كانت اقتصاد البلاد كان منحصر في الجانب
الزراعي على اعتبار ان الصناعه لم تكن متقدمه او متطوره في ذلك الوقت، وكانوا بيعتبروا ان مصر بلد زراعيه. وكمان كمان عمليه واستمراريه وجود الاستعمار والقوات البريطانيه في قاعده قناه السويس، كان هذا ايضا دافعا من ضمن الدوافع اللي دفعت رجال الثوره جمال عبد الناصر ومجموعه رجال الثوره السادات ولا حسين الشافعي ولا صلاح سالم الى اخره. يعني هؤلاء الناس الذين فكروا حركه الجيش المبارقه في 23 يوليو سنه 52. نقطه ثانيه برضو مهمه جدا بصرف النظر عن ان احنا دلوقتي الى الاسباب بشكل يعني عام، لكن الثوره كان لها انجازاتها الكبيره، يعني على اولها مثلا الغاء الملكيه. يمكن بعض الناس النهارده وبيجوا على السوشيال ميديا ويتكلموا ويقولوا الملك فاروق ملك ايه ده، الملكيه كانت فساد موجوده في البلد، امال الثوره قامت ليه؟ قامت ان تتخلص من الملكيه، واحده من ضمن المفاسد اللي كانت موجوده في ثوره قبل ثوره 23 يوليو. وغادر الملك اراضي البلاد في 26 يوليو سنه بعدين صدر قانون الاصلاح الزراعي بعد شهور بسيطه من قيام الثوره. ناس كانت بتمتلك عشرات الاف فدان واكثر، ناس كانت بتروع عاشور ولا تتكلم عن الامراء والملك في تفتيش سخن اللي كان موجود في ناصر الشيخ وحاجات من هذا القبيل. فبالتالي صدر قانون الاصلاح الزراعي. نقطة ثانية كمان مهمة لثورة 23 يوليو، اتفاقية السودان سنة 1953، لأن هو كان لازم يقرر مصير السودان قبل تقرير مصير مصر نفسها. وبالاجتماع بين مصر وبين بريطانيا تقريبا كانوا المسؤولين عن الحكم الثنائي اللي استمر من 1953 آسف من 1899 لحد سنة 56. المهم سنة 53 تقرر ان بعد 3 سنوات تقرر السودان مصيرها، وفعلا اعلن السودان استقلالها عن البلدين في يناير 1956. كذلك الامر اخذت بعد الثوره 23 انعقدت اتفاقيه الجلاء 1954. الحقيقه محطات مهمه جدا ومهم جدا بالنسبه حتى للاجيال كمان اللي ما عاصرتش هذه الثوره، ان احنا نسترجع هذه الذكريات كي نعتبر ونستفيد منها في اضافه واطفاء المزيد من الامجاد والانجازات لمصر الحبيبه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخله القيمه، دكتور زكي البحيري استاذ التاريخ الحديث بجامعه المنصوره. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت السيدة انتصار السيسي أن ثورة يوليو كانت نموذجا في إرادة وكفاح الشعب المصري من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني. تزين برج خليفة في دبي بالعلم المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى العطرة ثورة 23 من يوليو المجيد. كما تزين مطار كوموديوف في العاصمة الروسية موسكو بعلم مصر احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد. وعودة إلى الاجتماعات التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، نتابع المزيد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. كذلك أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه إلى حادث إطلاق النار، متمنيا له السلامة. وجدد الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. وفي الوقت نفسه أكد سيادة الرئيس على عمق الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين،
وثقل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بدوره بالشكر إلى رئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة من جانبه. اتفقت حركتا حماس وفتح على إنهاء الانقسام والعمل معا لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في إعلان بكين الذي وقعته الحركتان مع أبرز الفصائل الفلسطينية برعاية الصين. واتفقت الفصائل الفلسطينية على الوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني بناء على القانون الأساسي. وشدد ممثلو الفصائل في إعلان بكين عقب اجتماعهم في العاصمة الصينية على الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وشددوا كذلك على ضمان حق العودة طبقا للقرار رقم 194. كما اتفقوا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وينضم إلينا مباشرة المزيد من المتابعة من رام الله السيد فراس لينا الكاتب والباحث السياسي. تحية لك سيد فراس. تحياتي لك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. يعني المحطة هذه المرة هي بكين في الصين، يعني ما الذي يشكله هذا التوافق لإفساح المجال يعني المزيد من التوحد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة؟ يعني ربما هناك يعني ثمة إجماع بأن يعني هذه كلمة السر، يعني هذا التوحد الفلسطيني هو يعني خير السلاح في مواجهة ممارسات الاحتلال والحرب الإسرائيلية الطاحنة في قطاع غزة. بكل تأكيد، فإن الشارع الفلسطيني الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن الوحدة الوطنية وتوحد قوى المقاومة الفلسطينية في شتى أماكن تواجدها هي كلمة أسر لمواجهة العدو الإسرائيلي أولا، لا سيما في ظل المقتلة التي تجري في قطاع غزة، من جهة أخرى للتسهيل على الدول العربية التي تحاول التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحيث أن الادعاء الدولي دوما ما كان بأن الفلسطينيين منقسمين فيما بينهم، وبالتالي هذا الانقسام أدى إلى تراجع كبير في طرح القضية الفلسطينية على المستوى العالمي، وبالتالي ربما تكون بكين هي إحدى المحطات الهامة في سبيل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ كل ما جاء في هذه القمة. ولكن الشارع الفلسطيني يدرك تماما أن هناك عدة اتفاقيات أبرمت سابقا، منها اتفاقية القاهرة أو اتفاقيتي القاهرة، إضافة إلى اتفاقية أخرى في مكة وأخرى في صنعاء وأخرى في الدوحة، بمعنى أن الشارع الفلسطيني بات حذر من إمكانية التعبير عن إمكانية تحقيق خرق حقيقي في الانقسام السياسي الفلسطيني والتوحد، وبالتالي الجميع ينتظر إمكانية البدء بتطبيق ما تم التوافق عليه، لأن الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن هناك عدة مرات كانت التوصل إلى اتفاقات سابقة ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، بل على العكس زاد الانقسام السياسي وارتفعت معدلات الخطاب الإعلامي والتراشق الإعلامي تحديدا بين أنصار حركتي فتح وحماس. بالتالي ما جرى في بكين يمكن البناء عليه، وندعو كشعب فلسطيني وكمحللين بضرورة الأخذ بكل ما جاء في هذه المبادرة، وبالتالي في حال تم تطبيق هذه المبادرة فإن الموقف الفلسطيني سيكون أكثر قوة. ما هو شكل البناء يعني على ما تحقق من حراك نسبي في بكين بالصين، يعني من إجراءات يجب أن يبذلها الجانبان لكي ترقى إلى جسامة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في هذه المرحلة؟
يعني كل ما جاء في الورقة كان مهما ومهما جدا، لكن ضرورة تنفيذ ما جاء في هذه الورقة على أرض الواقع، بمعنى توحيد المؤسسات الفلسطينية، إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات فلسطينية تعمل وتخدم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، أيضا إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي، إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات المجلس المركزي، بمعنى أن هذه المطالب التي تم البنود التي تم التوافق عليها هي بالأساس مطالب كل الفصائل الفلسطينية، مطالب الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني يطوق جدا لإعادة توحيد كل المؤسسات. نحن نتحدث منذ سنوات عن ضرورة إعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تجديد في الدماء في منظومة السلطة الفلسطينية، الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي. نحن آخر انتخابات كانت في العام 2006، وبالتالي الشارع الفلسطيني يريد العودة إلى صناديق الاقتراع من أجل تحديد قادته ومسؤوليته. وبالتالي هذه الوحدة ستكون أولا صمام أمان لشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية من جهة ثانية، ستجعل الدول العربية قادرة على الدفاع أكثر عن القضية الفلسطينية، لأن كل دولة وحتى كيان الاحتلال يتحدث بشكل واضح عن أن الفلسطينيين بالتأكيد يعني هناك متطلبات يجب أن تدخل حيز النفاذ، يعني قبل أن نمضي قدما في الاستحقاقات التي تفضلت وأشرت إليها. أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة سيد فراس طنينة الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. فر سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة من منازلهم مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء للسكان من منازلهم. نتابع. تحت عنوان لم ينجح أحد، تواصل الآليات الحرب الإسرائيلية عدوانها الوحشي ضد الفلسطينيين في غزة. فمع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 291، واصل الاحتلال ارتكاب مجازره في أنحاء مختلفة من القطاع، تركزت في خان يونس ومخيم جبليا ودير البلح، وذلك أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين. القصف المكثف للاحتلال على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حصيلة القصف إلى نحو 80 شهيدا، وفيما لا يزال أكثر من 30 آخرين تحت الأنقاض، وأصيب أكثر من 200 آخرين بينهم من النساء والأطفال حسب ما أفادت مصادر طبية. ودمر كل المكان، كلهم جثث، أشلاء الطيارات، جثث الطيارات في الهواء، مش عارف أوصف لك المنظر. تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على شرق خان يونس مع نزوح قسري لعشرات آلاف المواطنين وسط أوضاع إنسانية وطبية كارثية بفعل غارات الاحتلال المكثف والعنيف. والله أنا كنت في غزة وطلعت على الصناعة خان يونس وطلعت على عبسان، ومن عبسان نزحنا الدور اللي فات نفس الشيء، ورجعنا بعديها كمان مرة، واليوم هم طلعونا، وهنا انا رجال مريض ومعي سكر وتوسر معي غيبوبه، ارتمت في الشارع مش قادر امشي، مش عارف ايش اسوي. وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزه، اكدت مصادر طبيه سقوط عدد من الشهداء واصابه اخرين في غارات اسرائيليه استهدفت عددا من المنازل في المخيم. وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عدوانها على قطاع غزه منذ اكتوبر الماضي، مما اسفر عن استشهاد اكثر من 39 الف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 90 ألف آخرين، وفيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يستطيع طواقم الإسعاف الوصول لهم. اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المحاور القريبة من جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي. وقد أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة تابعة لجيش الاحتلال قرب مسجد الظلال شرقية مدينة خان يونس. وفي عمليات منفصلة استهدفت كتائب القسام قوات الاحتلال في حي تل السلطان غربية رفح بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى دكها تجمعات الاحتلال في محور دتسريم. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عائلات محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق
يتضمن إطلاق سراح أقاربهم. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غد الخميس بعد إلقاء خطابه أمام الكونغرس غدا الأربعاء. ويبحث بايدن ونتنياهو سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى إيران وقضايا أخرى. وقد عهد بايدن بقضاء الأشهر الستة المتبقية له في منصبه في محاولة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين. في المقابل، أكدت حركة حماس عدم وجود جديد في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشار سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس أن نتنياهو لا يزال يماطل، وهو يرسل وقود من أجل امتصاص غضب أهالي الأسرى الإسرائيليين. ومن المقرر أن يستأنف فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الخميس محادثات تهدف إلى تحرير المحتجزين مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل. رحبت مصر بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لحل حالة الأزمة اليمنية، وذلك في إطار دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن. وعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تطلعها أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لمسار للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وفقا للمرجعيات والقرارات المتفق عليها، ومنها قرار مجلس الأمن. كما أكدت مصر أنها ستقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء. أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر لا تألو جهدا من أجل مساعدة السودان في تجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية التي يواجهها. وخلال جلسة مباحثات مع نظير السوداني حسين عوض بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، أكد عبد العاطي أن أهم مخرجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية هو بمثابة تأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتوفير الدعم الإغاثي للسودان. كما أكد وزيرا خارجية مصر والسودان على تطابق موقف الدولتين تجاه ملف سد النهضة ووحدة الأمن المائي لكل من مصر والسودان. أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها ستركز خلال رئاستها على النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى. وأوضحت هاريس خلال حملة انتخابية لها في مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن أنها تسعى لتوحيد الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أنها ستمرر قوانين للعمل على الحد من انتشار الأسلحة. وخلال إلقائها كلمتها، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب استعداده لمناظرة هاريس. وينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن لنظر أكثر قربا حول وضع السباق الرئاسي في الوقت الراهن، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من هذا السباق. معنا من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. تحياتي لك سيد باسم. تحياتي لكم. توصيفك للمرحلة التي يتوقف فيها حاليا السباق الرئاسي خاصة بعد انسحاب جو بايدن منه وأصبح الآن يعني مقابل ترامب نائبته كامالا هاريس. نعم. يعني أولا وجه التحية لك والمشاهدين، ودعيني أقول إنه غياب بايدن عن المشهد السياسي ومجيء كامالا هاريس ترك حالة من الإرباك وعدم اليقين في أوساط الحزب الديمقراطي، ولكنها سرعان ما تغلبت على هذه المسألة ونجحت في أن يلتف حولها، والمقصود طبعا هاريس، يلتف حولها العدد الكبير المضمون من مندوبي الحزب الديمقراطي لكي تحوز على الترشيح. ولكن يبقى أمامها يعني لسه المزيد من الجهد لتمارسه في سبيل نيل ترشيح الحزب ونيل الشخصيات الأساسية في هذا الحزب. إضافة لبيلوسي، هناك
ما زال الرئيس باراك أوباما لم يعلن موقفه، لأنه قال أنه سيصوت أو سيرشح من يتفق عليه الجميع. هل كمالا حارس هي الاختيار الأوفر حظا بالنسبة للحزب الديمقراطي حاليا؟ يمكن القول أنها الأكثر تداولا، اسم كاميلا هاريس أكثر تداولا في أوساط الحزب، وهناك من يؤيدها وهناك من دعمها من الممولين. يعني هي حصلت على دعم مالي متزايد بشكل غير مسبوق عمليا في وقت قياسي، هذا دليل على أن هاريس بدأت تقترب من ترشيح الحزب الديمقراطي، ولكن تبقى الأمور خاضعة إذا ما حصل هناك مفاجآت أخرى وتقدم مرشحون آخرون للحزب. أما يعني يمكن القول أن هذه الانتخابات الأمريكية حافلة بالمفاجآت وحافلة بالتناقضات، وأنه أنا أعتقد الآن أنه الحزب الديمقراطي يمكن أن يعمل على أن يشد عضده أكثر مما هناك خلافات في أوساط الحزب الجمهوري، والتي هي غير معلنة، ولكن في داخل الحزب الجمهوري هناك من يأخذون على دونالد ترامب أنه يعني يطلق عمليا أقوالا لا تترجم إلى أفعال كما كان سابقا. هذا تتبنى يعني هاريس نفس استراتيجية بايدن يعني مرشح مقابل ترامب في السباق الرئاسي، سواء في مداعبتها لناخبيها والقضايا التي تكون أكثر تأثيرا فيهم، مثل حديثها منذ قليل عن دعمها للطبقة الوسطى وللفقراء على عكس ترامب، أو فيما سوف تكيله من سهام أيضا إلى منافسها في الانتخابات ترامب؟ هي فعلا بدأت بذلك وبدأت تكيل الاتهامات، ويعني خطابها اليوم في ويسكونسن بميلواكي بويسكونسن كان واضحا تماما، هي اتهمته بتهم يعني أكثر حدة من التهم التي كان يواجهها بايدن، ولكن هي عمليا تتبنى السياسة العامة للرئيس بايدن ولن تحيد عنها، سواء في مسألة السياسات الخارجية والعلاقات مع الدول وكذلك العلاقة مع إسرائيل، ولكنها أكثر ربما تكون تعارضا للممارسات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وخاصة بنيامين نتنياهو، الذي يأتي إلى واشنطن متسلحا بقرار الكنيسة الإسرائيلي بمنع إقامة دولة فلسطينية، لأنها كما يقولون تشكل التهديد الوجودي لإسرائيل. في رأيكم هل هاريس يعني ستكون خصم أكثر سهولة بالنسبة لترامب أم على العكس بشكل مبدئي؟ يعني هذا هو السؤال المتداول هنا، هي هل تكون بفعل بمستوى الجدل والأقوال التي يطرحها ترامب، وربما هي مستعدة لذلك كما يقولون، لأنه هي خبرتها السياسية بمقارنة مع ترامب أقل كثيرا، ولكنها أعلم منه في السياسة، هو أصلا أتى من خلفية غير سياسية، هو رجل أعمال ويعني جاء إلى المشهد السياسي تقريبا بمحض الصدفة، ولكنها هي عاشت هذا المشهد منذ سنوات طويلة، ويمكن أن تكون يعني أن تتغلب عليه في المناظرة، ولكن اللغة التي يستخدمها بايدن هو لغة الإساءة، سواء من لغة الجسد أو التفوهات التي تصدر عنه، وهو ما زال يستخدم هذه اللغة، وهو المأخذ الذي يأخذ عليه حتى في أوساط الحزب الجمهوري، بأنه عليه أن يتزن أكثر وأن يكون مزاجه مريحا في الحديث مع الآخرين، ولكنه يأخذ هذا يعني عمليا الطابع بتقلب المزاج وعدم
الاتزان يعني كما هو واضح. ما مدى اتفاقكم سيد باسم مع بعض أو كثير من المحللين بأن المشهد حاليا في الولايات المتحدة هو ضبابي بكل المقاييس، أم أنكم ترون مثل البعض أيضا في المقابل بأنه يمكن استشراف مجريات الأحداث في الفترة القادمة يعني وثيقي يعني المتابعة باستحقاقات انتخابية سابقة مرت بها الولايات المتحدة؟ هو الموقف الأمريكي دائما كان ضبابي في بعض القضايا وواضح في قضايا أخرى. هو ضبابي كان في العلاقة التي أقامها بايدن مع إسرائيل، وكان يعني دائما يدعو نتنياهو إلى الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ولكن لم يحقق شيء على مدى 9 أشهر. وهو مراوغ ايضا ولم يكن على مستوى يعني الرئيس اكبر دوله في العالم كان بامكانه ان يمارس الضغط ان رغب على نتنياهو، ولكنه في المقابل كان يمارس ارسال الاسلحه والقنابل الفتاكه التي اودت بحياه الاف الفلسطينيين. وهنا المساله يعني خاضعة للنقاش، ولكن ربما أنه المرشحة القادمة يعني كاميلا هاريس ربما تكون أكثر وضوحا، ولكنها تحتاج إلى من يعني يقدم لها النصائح أن تكون أكثر نضوجا سياسيا وأكثر اتزانا في التعامل مع القضايا السياسية. يبقى لبايدن 6 أشهر تقريبا، في رأيكم كيف ستكون توجهاته وأولوياته، وهل سوف يعني تختلف كثيرا بعد يعني أن انعدمت فرصه في أعقاب انسحابه من السباق الرئاسي الحالي؟ يعني أخشى أن تكون هذه الأشهر القادمة هي ليست مريحة للرئيس بايدن، نظرا لأنه مصاب ربما بمرض أو شيء يعني عارض صحي قد يسبب تطورات في هذه المسألة. هو يعاني على فكرة من شيء يسمى هنا دايمنشال، هو يعني بداية الزهايمر، والذي أثر على تصرفاته وأثر على ذاكرته وعلى حتى استخدامه وتصرفاته واستخدامه للعبارات. الحوار في المناظرة كان كارثيا، وبالتالي ربما يكون بحاجة إلى علاج أكثر، ربما يعني يسعى إلى عدم تطور حالته الصحية إذا 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 حاله الصحية استشرت دون أن يكون هنا علاج. وعلى فكرة أنه يعني هو ليس بالكبير السن، يعني ربما بينه وبين بايدن 3 سنوات، بين بايدن وترامب. لم يكن هذا المرض ملازما له عندما ترشح للمنصب الرئاسي، أم أنه زادت وطأته، أم أن يعني دافعه في هذا الانسحاب من السباق الرئاسي هو يعني الانتقادات الشديدة التي وجهت عليه مطالبة إياه بتنحي؟ لا، أنا أعتقد أنه الأخطاء التي ارتكبها هو ناتجة، ليس الأخطاء يعني عمليا هو لم يقصد ذلك، هو لم يكن باستطاعته السيطرة على ذاكرته واستخدام اللغة، لأنه يعني إنسان يصاب بهذا العارض قد يفقد عمليا البحث عن العبارات والكلمات المناسبة، وبالتالي هو لم يكن يقصد أنه يكون ضعيفا. هو ذو تجربة سياسية امتدت إلى 50 عاما، وبالتالي عندما كبر في السن ربما أصابه هذا المرض الذي يؤدي استفحاله في هذا المريض إلى ما لا يحمد عقباه. أشكرك جزيلا على هذه القراءة التحليلية سيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
ونبقى معكم والمزيد من المتابعات. شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية منظومة الأمن السيبراني وضرورة استخلاص الدروس المستفادة من تلك الأزمة العالمية نتيجة الأعطال التقنية التي جرت الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزير الاتصالات عمرو طلعت لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية. كما أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء الأزمة العالمية التي وقعت يوم الجمعة الماضي نتيجة لأعطال تقنية تسببت في خسائر واسعة النطاق بعدد من القطاعات العالمية والتي كانت تداعياتها بسيطة على مصر. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر تتطلع لتطوير منطقة المال والأعمال التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على المستوى العالمي أو في المنطقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه جاري العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي CFIC ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. انطلقت اليوم فعاليات الجلسة المتخصصة للحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الجلسة المتخصصة شهدت فعاليات مهمة وهي التي عقدت في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة فاعلة وواسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية. ومن المقرر أن يرفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر عقد جلسات متخصصة على مدار اليوم لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وموقف الحبس في حالة تعدد الجرائم والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطي إضافة إلى محاور أخرى وثيقة الصلة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية أولى محطتنا في المتابعة وتحليل في إطار هذه الحلقة من برنامجنا من القاهرة لليوم الثلاثاء. وبالتأكيد فقراتنا تتواصل معكم ووقفة حوارية قادمة بعد قليل في البرنامج، لكن بعد أن نتحول مباشرة إلى زميل محمد بشير لمتابعة موجز أخبار الساعة. إليك محمد، تفضل، أهلا بك. تحياتي.